الاستاذ خالد الدرندري امين صندوق النادي الاهلي وعضو مجلس الاداره ورئيس بعثه النادي الاهلي في الجزائر، كان اتكلم امبارح واثنى على دور الاستاذ علاء الزغبي المدير المالي لشركه المقاولون العرب وازاي ذللوا كل العقبات. تعالوا نرحب بالاستاذ علاء الزغبي على الهاتف من الجزائر. استاذ علاء اهلا بيك. الو صوتك. الو اهلا بيك يا استاذ علاء. ازيك يا كابتن الحميد؟ منور الدنيا وعارفين ان حضرتك اهلاوي من العار الثقيل في الاول يعني. ربنا يخليك. النادي الاهلي هو اللي منور البدايه ومشرفنا دايما على طول باذن الله، لان انت عارف حضرتك احنا بنتعامل مع النادي الاهلي على انه هو ممثل لمصر، وان شاء الله باذن الله يكون في توفيق بكره والمباراه تخرج ما بين اشقاء بين بلدين شقيقين، وان شاء الله يكون في توفيق للنادي الاهلي باذن الله. ان شاء الله. الاستاذ خالد درندري امين الصندوق ورئيس البعثه كان اثنى على حضرتك امبارح كتير جدا وقد ايه اتكلم عن دور الاستاذ علاء الزغبي المدير المالي لشركه المقاولون العرب بالجزائر في تذليل كل العقبات اللي قابلت النادي الاهلي، وده مش غريب بصراحه على رجالتنا ورجاله نادي المقاولين في اي مكان. والله يا فندم هو من اول ما القرعه اتعملت واحنا مستعدين، وكانت تعليمات المهندس محمود صلاح رئيس نادي المقاولين العرب وجميع اعضاء مجلس اداره النادي ان تسخر كل امكانيات المقاولين العرب للنادي الاهلي باعتباره اولا ممثل لمصر بصفه اساسيه يعني، ثانيا بصفه ان انا من عشاق النادي الاهلي زي ما حضرتك قلت، وانتمائي للنادي الاهلي يعني من صغري. الاهلي ده بالنسبه لي الصرخ الكبير اللي بننتمي ليه، يعني اي خدمات تقدم للنادي الاهلي دي حاجه بسيطه جدا جدا من حب النادي جوانا. فكان في تواصل مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، والحمد لله كان في توفيق في تذليل كل العقبات، وان شاء الله باذن الله ربنا يكمل المجهود بكره بنتيجه مرضيه باذن الله. وزي ما قلت لحضرتك اهم شيء ان المباراه تخرج في جو رياضي وجو اخوي ما بين بلدين شقيقين ليهم تاريخ كبير وليهم علاقات مميزه بشكل غير طبيعي في السابق، ويمكن في الوقت الحالي العلاقات واردة تميز غير طبيعي على كافة المستويات. كان برضه تعليمات سعادة السفير أيمن مشرفة إن جميع أفراد الجالية بالتعاون مع أفراد البعثة الدبلوماسية إن يبقى في تنسيق على أعلى مستوى، إن إحنا إن شاء الله نقدر نوفر للنادي الاهلي كل طلباته بحيث يكون في تركيز تام من اللاعبين في اداء مباراه تليق باسم مصر وتليق بالنادي الاهلي. اكيد يا استاذ علاء ده اللي احنا بنتوقعه من حضرتك طبعا وشركه كبيره جدا بحجم المقاولين العرب، لكن كلمني حضرتك بقى في الاجواء نفسها، كلمني عن الاجواء الجزائريه في استقبال هذه المباراه الكبيره جدا بين شبيبه الثوره الجزائري والنادي الاهلي العريق، وكلمنا عن حضور الجماهير التواجد الجماهيري بالنسبة للطرفين الأهلي وشباب الثورة. والله أنا أقول لحضرتك قصة طريفة تبين مكانة النادي الأهلي في البلاد العربية كلها، إن أنت عارف حضرتك في شبيبة الثورة ده نادي صاعد يمكن عمر النادي ما يتجاوزش العشر سنوات، فكان رئيس النادي هو شخصيه محترمه جدا ومتعاون معانا تعاون غير طبيعي، من ضمن الدعاية بتاعته الوعود بتاعته لجماهير النادي ان هو بيوعدهم ان هيجيب النادي الاهلي يلعب في محافظه بشار، والكلام ده له سنه 2008. تمام. فبعد 10 سنوات الناس كلها
بتشكر رئيس النادي ان هو حقق لهم الحلم امنيه كبيره ان النادي الاهلي يجي الجزائر ويروح محافظه بشار اللي هي بتبعد حوالي 1000 كيلو عن العاصمه. فاجواء فيها ترحاب، فيها تقدير للنادي الاهلي، وفي نفس الوقت فيها حماس لفرقتهم. انت عارف حضرتك لما بيكون فريق صغير او فريق صاعد بيلعب قدام النادي الاهلي بيبقى طبعا ده حلم كبير اتحقق ليهم، وهو فريق متحمس، فريق عنده انتماء، فريق عنده روح عاليه جدا على فكره. يعني الماتش بكره مش بالسهوله، لان انت عارف حضرتك كره القدم دلوقتي ما بتعتمدش على التاريخ قد ما بتعتمد على الاداء في الملعب. فاجواء حماسيه انما مصدرها حب وتقدير للنادي الاهلي. انا بشكرك شكرا جزيلا يا زعلاء، ودايما كده رجالتنا بيشرفونا في اي مكان، وبنفخر بحضرتك وبنفخر طبعا بفريق او كمان شركه المقاولين العرب عموما. شكرا جدا استاذ علاء الزغبي المدير المالي لشركه المقاولون العرب.